السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات الأسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة مالحة عبارة على فطيرة يمكن لكم تقدموها في وجبة ديال العشاء وحتى الغداء. كتجي لذيذة بزاف، سريعة التحضير وسهلة، ما كتحتاج أننا نعجنوها، ما كتحتاج أنها تخمر لا مرة ولا جوج، وبحشوة جد اقتصادية وبنينة بزاف. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. إذا على بركة الله، بالنسبة للمكونات غادي نبداو بمكونات ديال العجين. عندي 400 غرام ديال دقيق أبيض أو 4 ديال كيسان ديال الشاي أو ديال العنبة. عندي 125 غرام ديال الزبدة تكون لينة في حرارة المطبخ. عندي خميرة ديال الحلويات الوزن ديال 8 غرام، ملعقة كبيرة ديال السكر اللي كتبقى اختيارية، بيضة واحدة، وعندي واحد علبة ديال يوغورت أو زبادي بدون سكر، والملح بطبيعة الحال. بالنسبة للحشوة غادي نحتاج هنا صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات صغيرة، تقدروا ديروا الكفتة أو لداند اللي موجود عندكم. في الخضر غادي ناخد جوج ديال الجزرات كبار محكوكين، غادي ناخد كذلك البصلة مقطعة مكعبات صغيرة، والفلافل الألوان أحمر وأصفر كذلك مقطعين مكعبات صغيرة. عندي كذلك ملعقة كبيرة ديال الصلصة الحارة أو الهريسة. عندي توابل ديال الشاورما، اذا ما توفروش عندكم استعملوا اي توابل عندكم ولا كتفضلوا، شويه ديال الزعتر والملحه وشويه ديال زيت الزيتون او زيت نباتيه باش مولفين كطيبوا، باش غادي نطيبوا هاد المكونات. بالنسبه للطريقه غادي نبداو بالعجين، فغادي نخليوه يرتاح. كيف ما قلت عجين ما كيخمرش، غادي نخليوه يرتاح بين ما وجدنا الحشوه. فغادي ناخد الزبده ديالي 125 غرام، انا الزبده كنت يعني خديت منها، فغادي نستعمل الميزان باش نعبر. نتوما يعني خدوا علبه وخدوا النص ديالها. غادي نضيف كذلك الملحه ملعقه صغيره تقريبا ولا على حسب الذوق ديالكم، خمارات ديال الحلوه، وديك معلقه كبيره ديال السكر كيف ما قلت اختياريه. غادي نحاول انني نخدم مزيان المكونات حتى غادي تنسجم ليا ديك الزبده مع الدقيق وترمل ليا الخليط مزيان. من بعد كنضيف ديك البيضة وكنرجع نخلط، واخيرا غادي نجمع بديك العلبة ديال اليوغورت او الزبادي بدون نكهة وبدون سكر حتى نحصل على الخليط او عجين عفوا متماسك ورطب في نفس الوقت. ما نحتاج انني ندلكو ولا نعجنو، غير كنجمعو بهذا الشكل كما كتلاحظوا. غادي نلوي بلاستيك غذائي وندخلو الثلاجة حتى كنوجد الحشوة. هنا غادي نمشيو باش نوجدو الحشوه ديالنا، فكناخد المقلاة ديالي فيها الخضر، طبعا غادي نشعلها على واحد النار اللي تكون جد عاليه، ما بغيتش الخضر يطلقوا الماء، فكنزيد عليهم زيت الزيتون بكميه مزيانه، وكيف ما قلت تقدروا ديروا زيت نباتيه يعني باش مولفين كطيبوا. غادي نحرك حتى غادي ينشفوا ليا هاد الخضر او غادي يدبالوا، وعاد غادي نضيف عليهم صدر ديال الدجاج. نسيت باش نذكر لكم خمسة ديال القطع مع المقادير، خمسة ديال القطع ديال الجبن المثلث مع المقادير. غادي تشوفوهم معايا من بعد، غادي نضيفهم في المكونات، وطبعا غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نحرك كيف ما قلت الخضر ديالي حتى غادي ينشفوا او يدبالوا، ونزيد داك صدر ديال الدجاج او الكفته او صدر ديال الديك الرومي او الطون، مهم اللي نتوما كتفضلوا اللي موجود عندكم استعملوه. فانا يعني هذه فطيره حضرتها بالموجود. كنحرك داك الصدر ديال الدجاج حتى كيتبدل اللون ديالو، وكنبدا نضيف التوابل ديال الشاورما والزعتر والملحه، وكيف ما قلت توابل الشاورما اذا ما توفروش يمكن لكم تستغناو عليهم، وعوضوهم باي توابل كتفضلوا او موجودين عندكم. كنزيد كذلك ديك الهريسه، ما تخافوش راه ما كتجيش حاره، المهم كتهرس لنا ديك الحلاوه ديال الخيزو او ديال الجزر. كنحرك ومن بعد اخيرا كنضيف دوك القطع ديال الجبن المثلث، خمسه ديال القطع. غادي نرجع نحرك حتى غادي يذوبوا تماما وينسجموا مع الحشوه، وصافي ملي نتاكد انها نشفات من الماء كنحيدها على جنب ونخليها تتبرد، وعاد غادي ندوزو باش غادي نعمروا الفطيره ديالنا. صافي من بعد ما كتوجد ليا يعني الحشوه وكتبرد، غادي نرجع عند العجينه اللي خليتها في الثلاجه ارتاحت.
غادي نوضعها فوق من سطح العمل وغادي نقسمها على جوج، ولكن واحد القسم يكون اكبر من الاخر. غادي تشوفوا معايا علاش. من بعد كنغبر مزيان سطح العمل ديالي بالدقيق، وكنطلق اول كره اللي كتكون كبيره، اللي غادي تكون من الاسفل. نحاول انني نطلقها بشكل دائري قدر المستطاع. من بعد ما طلقت العجينه ديالي بهذا السمك هذا، حاولوا ما تخليوهاش غليظه بزاف. غادي نحاول انني نستعمل هكا كاموس لقطع ديال البيتزا، وغادي نحيد هاد الزوائد في الجناب اللي كيكونوا ما مقادينش. كنجمع هاد العجينه هادي اللي كتكون في الجناب، وغادي ناخذ لاطه ولا صينيه اللي غادي ندخل الفران، نوضع فيها الورق ديال الطهي من الاحسن، وغادي نهز هكا هاد الدائره ديال العجين بالاستعمال او بمساعده ديال الدلاك، وكنحطها هكا في الصينيه ولا كيف ما كتشوفوا انا استعملت المقله ديال المسمن. حاول انني نقادها مزيان بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. صافي، هنا ملي كنقاد العجينه ديالي غادي ناخذ الحشوه من بعد ما بردات بشكل كامل، غادي نحاول انني نوزعها هكا في الوسط ديال هاد العجينه وهاد الدائره ديال العجين، وكنخليو الجناب كيف ما غادي تلاحظوا معايا بلا ما نوصلوا الحشوه حتى الاطراف ديال العجين او الجناب. صافي، من بعد ما كنسرح العجينه ديالي او عفوا كنسرح الحشوه مزيان، ناخذ شويه ديال الماء وغادي ندهن هاد الجناب هادو اللي ما كنوصلش فيهم الحشوه، وكنطلق العجينه الثانيه بنفس الطريقه، وغير العجينه الثانيه غادي تكون اصغر كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، كتجي فوق الحشوه، وكنهز العجينه اللي كتكون من الاسفل كنلصقها معاها بهذه الطريقه هذه. بالفعل ديال داك الماء كيتلتصقهم مع بعضياتهم بكل سهوله، كنبقى بحال هكا حتى كنلصق الجناب كاملين مع بعضياتهم. ملي كان تاكد ان الجناب ملاصقين مزيان، كنبدا كنلوي هكا بالاصابع ديالي، واحد الاصبع كنشد به وواحد كنلوي به باش هكا نعطيوها واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت يعني كتبقى مسدوده ما كتحلش لينا من بعد في الفران. صافي، الفطيره ديالي هي واجده باش ندخلها الفران. غادي نحاول انني نثقبها هكا باش غادي تنفس، وغادي ندهنها ببيضه او بصفار ديال البيض الا بغيتو ديروا غير صفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب، يعني مخفف شويه ديال الحليب، وغادي ندخل الفطيره ديالي الفران طيب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، الفران ديال الغاز دائما دائما شالوا له غير من التحت، واحد النار اللي غادي تكون متوسطه، فران ديال الكهرباء 180 درجة، غادي تدخلوا الفطيرة ديالكم في الدرج اللي كيكون في الأسفل، أو عفوا في الشبكة اللي كتكون في الأسفل، حتى غادي تحسوا أن الفطيرة ديالكم تحمرات مزيان من التحت، ومن الجناب تقدروا تشعلوا من الفوق إذا كانت مازال ما تحمر. وصافي، كتكون جاهزة للتقديم. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. صافي، بهكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذه هي الفطيره، غادي نقطعها معكم مباشره باش غادي تشوفوا كيفاش كتجي. فكتجي هشيشه ورطبه بزاف بلا استعمال ديال الخميره، يعني عجينه ما كتخمر يعني ما كنخمروهاش ما كندلكوهاش، وفي نفس الوقت كتجي رطبه جدا وهشيشه بزاف. تقدروا تعتمدوها في اي نوع ديال المملحات، تقدروا ديروا بها لي شوسون الا بغيتوا، كتجي فعلا رائعه. كذلك الحشوه جد اقتصاديه وبنينه، ومكونات كيكونوا متوفرين في اغلب الاحيان في البيوت. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى لكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تدخلوش عليا بتعليق ديالكم اراءكم، ايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.